تسخين المي بمعظم البيوت اللبنانية بعده لليوم مشروع بحاجة للتحضير قبل بوقت. تشغيل أظان المي قبل ساعات من الاستعمال عملية مكلفة وما بتناسب نمط الحياة العصرية والسريعة. بالمقابل، سيستم تسخين المي على الغاز المعتمد من قبل TDHC بيسخن المي فورياً عند الاستهلاك بواسطة سخان ذكي وسريع. ومن ميزات هذا السيستم إنه بيشتغل عند الحاجة وبيسخن المي المستهلكة فقط، بالتالي بيوفر طاقة وتلوث عالية وكمان مصروف على الجيبة. إذا حابين تعرفوا أكثر عن سيستم تسخين المي على الغاز المعتمد بمشروع بيوت درعون، زوروا ويب سايت TDHC.